واحدة بتقول بنتي في الصف الثالث ثانوية عامة قسم أدبي، وعندما ظهرت النتيجة وبقنا بملحق في مادة التاريخ والمجموع 67%، وهي من ظهور النتيجة في بكاء مستمر ونوم عميق. طبعا بكاء مستمر لا يتفق مع النوم العميق. يعني بعد شوية هترجع طبيعية، لا رد فعل طبيعي انها تلاقي واخد المجموع. مش مجموع ما يدخلهاش الجامعة، ده مجموع ما يسمحش انها تركب الاتوبيس اللي يصل للجامعة. يعني لو السواق عرف مجموعها ربنا يستر. واحدة تانية بتقول ابني نجح وجاب 99% علمي علوم. وهو من ساعة ما كان صغير عايز يبقى دكتور، ولكن اساتذة مدرسة الاحد اللي في الطب بيقولوا له اوعى تدخل طب علشان مش بيكسر. لا، يدخل ان شاء الله ربنا يباركه. ده الاطباء الناجحين فلوسهم لا تحصى ولا تعد. بتلاقي مدرسين مدارس الاحد دول هم اللي ما بيكسبوش. لا، ربنا يساعده ويخش كلية الطب وينجح ويبقى طبيب عظيم، وانت تبقى ام الدكتور وتربيه كله فرحه.